صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. حلقتنا اليوم نحاول يعني قدر المستطاع أن نتحدث عن المباريات الأربع اللي لعبت اليوم، وإن كانت في أحداث يعني أو حدث مهم حصل قبل ساعات قليلة راح نتطرق له مع الضيوف، وإن كانوا الضيفين فقط لأن الاثنين ما ندخلهم بمعمعة اللجنة الأولمبية والإيقاف والأمور اللي الفوضى اللي قاعد نعيشها للأسف، الفوضى الرياضية اللي إلى الآن ملاقين حل لهذه الفوضى. نرحب بضيوفنا ومحللينا المتواجدين معنا اليوم، على اليمين حارس الدولي السابق وحارس مرمى نادي القادسية الكابتن بدر جمعة، بجانبه لاعب نادي الشباب وأول زيارة له لبرنامجنا، نتشرف بهذه الزيارة الأولى، أخونا العزيز كابتن محمد العطار، على اليسار مدير منتخبنا الأسبق ومدير كاظمة الأسبق أخونا العزيز منصور التنيب، وبجانبه أيضا أول إطلالة تلفزيونية مو فقط أول زيارة لبرنامجنا، ونتشرف أن نكون يعني إحنا السبب في هذا الظهور الأول التلفزيوني له، هم من الشباب اللي صاعدين الحقيقة واللي برزوا حالة حال محمد والأداء اللي قاعد يقدمونه هالثنائي مع انديتهم بغض النظر عن نتائج فرقهم. طبعا كابتن خليفة الراجحي لاعب السالمية، حياكم الله يا اخوان، صباحكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم، يا هلا ومرحبا بدر، حياكم مسي. الحين اقول لك القصه اوكي، بس اول شيء خلينا نسال الراجحي كم الصرف اليوم؟ عندك معلومات اسعار الدولار والاورو؟ ما عندك. اللي حاب يشاركنا اليوم عن المباريات الاربع اللي لعبت، أرقام هواتفنا واضحة على الشاشة، حسابنا في تويتر أيضا موجود. نتشرف أيضا بتغريداتكم وتواصلكم معنا، أيضا حسابنا في إنستغرام، وكالعادة حسابنا في إنستغرام يوميا هناك سؤال وهناك جائزة مقدمة من مجموعة الخشاوي العالمية، مشكورا يدعمون حسابنا في إنستغرام، حساب برنامج 90 دقيقة، هذا هو حسابنا في انستغرام. نتمنى ايضا ان شاء الله حسابنا قاعد يحوز على رضاكم. خلينا نشوف سؤالنا يوم امس، وطبعا الاجابه واسماء الفائزين اللي فازوا معنا في مسابقه الامس بالنسبه لحسابنا في انستغرام. نشوف الاجابه، طبعا كانت سنه 1982 اللي وصل فيها المنتخب الى كاس العالم، وهؤلاء هم الثلاثه اللي فازوا معنا. اللي فازوا معنا طبعا جوائزهم موجوده في البوابة الرئيسية لتلفزيون الكوت، موجودة عند الأخوان في السكرتي، حياهم الله. سؤالنا اليوم أيضا سؤال جديد، ونتشرف دائما بمشاركاتكم، من هو أكثر لاعب سجل أهداف في مجموع بطولات كأس العالم؟ وإحنا نحرص دائما تكون الأسئلة سهلة، تقدر بسيرتش في مواقع التواصل تقدر تحصل الإجابة. قبل أبدأ أيضا خل أشكر رعاتنا وداعمينا، مجموعة الخشاوي العالمية الشركة المنتجة للبرنامج شكرا جزيلا لهم، شركة فيفا الراعي الرئيسي والرسمي لنا شكرا جزيلا لهم، مصبغة بوتيك أندنتك وأخوي حسن الخواج شكرا جزيلا لك، أيضا ديرندير وأخوي العزيز محمد العنجري شكرا جزيلا لك، وأخيرا أخوي طواري مدلول وكيل جيفوفا وزيوس في الكويت شكرا جزيلا لك. اليوم أيضا خل أقدم شكر خاص لأخوي بشار جاسم وأخوي عبدالله الجيران، ماركة أصحاب ماركة ميدار، الماركة الكويتية اللي يعني الأخوان قاعد يتميزون دائما بأفكارهم. اليوم واضح يعني تيشيرت ميسي العود بعد ما ميسي نزلوه للحين بسرعة، مجسم صغير حق شاي الفنيلة، اي لازم بعد على طول نزل سوى هذا اللي قال اللي قال يبي اسمه يروح يكون هلا مدريد لازم يكون هذا. مشكور يا اخوي بشار، وفعلا وكان في مباراه الكلاسيكو عود ميسي، وكان نجم في مباراه محمد برشلونه ولا ريالي انت؟ انا ليفربول. ليفربول ولا برشلونه؟ يعني هم قاعد تعيش مسات، الله يعينك والله. اليوم انقلبوا؟ لا قبل كم يوم انقلبوا؟ من كريستال بالاس. لا تكلم عن منو؟ تكلم عن ليفربول. ليفربول خليفة ايش تشجع؟ ريالي. ريالي عيل الصورة يازت لك عيل. كحل عيونك هي. زين ليش ما نجاوب احنا مال اسمه؟ دش انستغرام وجاوب. على كأس العالم. لا خلص بس كأس العالم. لا لا الحين السؤال. الحين جاوب دش انستغرام وجاوب. يعني ما علمهم؟ ما علم الجمهور. دش انستغرام وجاوب. ما راح اعلمكم يا جمهور. نعم. شدوا حيلكم. علم عطل جاوب يمكن اجابتك غلط. انا اجابتي غلط؟ ايه.
ترى كلهم يجيون. انا اقول رونالدو. رونالدو البرازيلي 15 هدف علي خلي حسن. غلط. لا مو غلط. هو بينه وبين كلوزمان الالماني. كلوزر الالماني. غلط. بس شلون غلط؟ اوكي كيف غلط؟ غلط كيف انت بتموهم؟ بتموهم. اوكي طبعا ايضا قبل لا ابدي خل يسمحوا لي الاخوان، اول شيء بقدم شكر جزيل حقيقه. اليوم تشرفت باستقبال عزيز الحقيقه، واستقبال رائع كان من الاخ العزيز سليمان البدران رئيس مجلس اداره شركه فيفا. يعني استقباله كان لاق بوراقي برقي شركه فيفا. شكرا لك يا ابو عبد العزيز على استقبالك لي اليوم وكلماتك الحقيقه الرائعه بحقي، وهذه اشاده اتمنى اكون قدها يا ابو عبد العزيز. شكر الاخوان اللي معاك ايضا في شركه فيفا، مجموعه من الشباب اللي نتشرف فيهم، من الشباب ايضا اللي يعمل بجد واجتهاد، اخوي عبد الرزاق العيسى، اخوي من المطيري، اخوي مشعل ابا الخيل، والنعم فيهم واستقبالهم، والنعم فيك يا اخوي سمال بدران، ودعمكم لي في هذا البرنامج يعني لا يمكن ان انساه. فكل الشكر الجزيل لك يا اخوي سمال بدران، والشكر لشركه فيفا بشكل عام. تشرفنا باستقبالهم اليوم، استقبال اخوي عبد العزيز. ايضا في خبر للتو وصل لي، وحاولنا الحقيقه ناخذ اتصال من الاخ خالد المنية امين السر في اللجنه الاولمبيه المعينه، لكن رفض الظهور اعلاميا. طبعا الانباء اللي طلعت ان تمت اقاله السيد خالد المنية من امانه السر في اللجنه الاولمبيه المعينه، لكن الاخ خالد اعطانا رد يعني على لسانه. بالتاكيد انا اعطيكم الرد اللي جانا من الاخ خالد، ان اول شيء الاقاله غير صحيحه، لان ما في اي اجتماع تم لمجلس اداره اللجنه الاولمبيه، فبالتالي لا يوجد اي اجتماع. ايضا حسب كلامه انه لو صار اجتماع ضم يمكن مجموعه عدد يعني لا يكمل النصاب، فبالتالي ما دام النصاب باطل معناته الاجتماع باطل. ايضا يقول انا اللي عينوني الهيئه العامه للرياضه، وبالتالي لن يتم اقالتي الا عن طريق الهيئه العامه للرياضه او الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه. هذا رد اخونا خالد المنية. بناصر يعني الاختلافات، او ما نبي نقول خلافات، اختلافات في وجهات النظر شفناها في اللجنه المعينه في اتحاد كره القدم، ايش قاعد يعني نشوفها في اللجنه الاولمبيه. يعني انت اي رئيس لجنه اولمبيه او رئيس لجنه معينه خليه يختار عشان لا تصير هالامور. يعني الحين احنا في مشكله ثانيه، يمكن الاخوان في اللجنه الاولمبيه يقول لك احنا ما نبي خالد المنية، وخالد المنية يقول لك انا بصر اني انا صحيح وعملي صحيح وما راح اهد امانه السر. مو بسعود الحين انت بغض النظر عن تفاصيل لجنه اولمبيه او لجنه معينه او اتحاد او بغض النظر اي مكان، انت دامك اخترقت الانظمه لا يمكن انك ترجع للانظمه على كيفك. يعني انت دامك قبلت يا يعني انك تعين ما تنتخب او يعني الاجراءات الطبيعيه الشرعيه، فانت ما يصير تجي الحين تقول انا اللي شيل الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه اصلا ما اختارتك عشان تشيلك، ومجلس الاداره اصلا ما حد اختاره، هو معين كله. فانت تبي تطبقون لوائح هني وبالحل ما تبي تطبقون لوائح، يعني هذا الموضوع يعني لا مو غير منطقي يعني. فمجرد اختراق القوانين، عشان كذي انا واحد من الناس اللي اطالب انه خلوا الامور تمشي حسب لوائح، خلوا العالم تنتخب وحاسبوهم بالقانون. لا تطبق انت سلطتك وتحل مجلس منتخب وتعين غيره وتبي يقوم ويستمد صلاحياته من اللوائح، انت اصلا ما احترمت اللوائح. اصلا انت ما احترمت اللوائح كلها. فالخلافات اللي قاعده تصير الحين بسعود انها هي مبنيه اصلا على حتى انتماءات ولاءات بكل اللجان المعينه. يعني انا مع احترامي لاشخاصهم، ولكن هم يعني هم هم ما يمثلون ناصر، ما يمثلون الكويت وحبهم للكويت ويمثلون منتخب الكويت، يمثلون دوله الكويت، كلهم مجتهدين لكن يفتقدون الخبره. هذه حقيقه ما يعني لا يمكن نناقشها يعني. ما في واحد طلع من اللجنه الاولمبيه قال يعني كلام كان ما ادري شلون صاير ما له علاقه بالرياضي اول ما عينوه. لا, لا 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 اتكلم عن انت يقول على الجمعيه العموميه وكذا، يعني هو معين ايش قال يعني الهيئه هي اللي تشيل شرعيتك اخذتها من التعيين مو من الجمعيه. اي الجمعيه العموميه ما تقدر تقول لك والله وخره، اللي وخره الهيئه، لان الهيئه هي اللي معينته، والتعيين اللي صاير مثل ما قال اخوي بدر المفروض انه يكون انتخاب.
او هو يستغل او ما صار في لا مجلس الاداره مجلس الاداره ما شنو لوائحهم، بس انت ما يصير تخترق اللوائح كلها بعدين انت حق موضوعك الشخصي تقول طبق اللوائح، مو اللوائح اصلا انت وافقت باختراقها، وافقت نعم. يوم وافقت على التعيين وافقت ان انت ما ترجع اللوائح كلها، حل مجلس اداره وعين غيره، فالسلطه اللي حلت مجلس اداره اللي قبلك تملك السلطه انها تشيلك، او نفس الهيئه العامه للشباب او الهيئه العامه للرياضه يا اخي شيله قيله ويحط واحد غيره. لا هم لحد الحين يقول لك هناك اختلافات، اختلاف ان شاء الله مو خلاف، ان شاء الله اختلافات وجهات نظر، ولكن تسريب خبر مثل هذا من حقنا احنا كمتابعين انه يطلع مصدر رسمي من اللجنه الاولمبيه ينفي او يؤكد. ايوه تخلون الموضوع كذي نفس تدري منو بدر؟ لا يمكن نفس استقاله الاخ الكبير سليمان عدساني نائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للرياضه، الى الان لا حد طلع يعني اكد او نفى الاستقاله، ولا حد طلع واكد انه والله ترى في شخص راح يكون بديل لسليمان او تم تعيين شخص بديل، او ان سليمان عدساني بيرجع، او احنا قاعدين نحاول او نضغط على سيد سليمان عدساني للرد على للرد للرجوع مره اخرى لموقعه. ما يصير صار له من استقاله الشيخ سلمان المفروض هناك يكون للحين ماكو واحد نائب رئيس مجلس اداره الهيئه، المفروض يكون بالهيئه اعلامي شخص اعلامي في لجنه اعلاميه يطلع يطلع ويتكلم عن الموضوع هذا. مو احنا مره تكلمنا بهالنقطه قالوا ما له حق، يوم تكلمنا عن موضوع اخونا حامد الخشاوي وان علاقات عامه في النادي العربي يجب ان يطلع يوضح، قالوا الاخوان ما انه ما له حق، لازم مجلس الاداره يعطيه الصلاحيه ويعطيه يعني انت اليوم الهيئه معقوله ما حد رد يعني ما حد طلع وضح ليش استقال سليمان عدساني شنو صار على استقالته؟ الحين مسعود الانديه كلها عندهم الاعلام يكون مع الفريق نعم عدو ولا لا، بس ما يحق له الكلام او التصريح الا بموافقه المجلس. اصبح على العبشه، العبشه كلها سمعه هو اللي يتكلم عن النادي عن لاعبين عن تعاقدات. المنسق الاعلامي اسمه منسق إعلامي. مو ناطق رسمي عندي بس مفروض يعني انا والله انا اعتقد ان يعني منطق وحتى الواقع زين يقول لك ان امين السر هو المصدر هو المصدر الرسمي اللي يتكلم اللي يقدر يصرح بناء باسم مجلس اداره. نعم. نعم. يعني يعني الفرق بين الفوضى والنظام بكل مجال، بكل مجال فوضى والنظام شو الفرق بينهم عشان تحول من الفوضى للنظام؟ الالتزام بالنظام. نعم. اذا انتم ملتزمين صار نظام، مو ملتزمين صار فوضى. اقول لك اللي قاعد يصير الحين بمجال رياضي فوضى منظمه، فوضى فوضى ما في مجال. لا والله ما في منظمه، لا حتى الفوضى تصير منظمه، حتى الفوضى مو منظمه والله ولا مو لكن واحد عرف الثاني وعرف كل الانديه الاوروبيه دول الخليج احنا قاعد نتكلم دول العربيه عندهم ناطق رسمي صح، كل نادي عنده ناطق رسمي. لا لما يصير حدث نفس هذا حتى بالاتحاد، الاتحاد المصري عندهم ناطق واحد الوحيد اللي يتكلم اللي يقول كل شيء لانه عضو وياهم ومصرح منهم هم يخلونه يتكلم. بس هو شوف خالد المنية يعتبر هو المتحدث الرسمي المفروض أنه أمين سر وتصريحه لنا يعتبر واضح واضح إقالتي غير يعني هم اللي طلعوا الخبر أو سربوا الخبر، هل يبي يشوفون هو طرف المفروض مو هو اللي صرح؟ لا لا هو طرف، انت الحين لما يطلع موضح. نادي القادسيه ويطلع خبر عن اقاله رضا معرفي، يطلع رضا معرفي يقول مو صحيح، لا يطلع واحد ثاني المفروض رئيس النادي يقول هذا مو صحيح ولا تم اجتماع مجلس اداره ولا في شيء من هذا، وبالعكس رسمي هو امين السر. لا بس انت تتكلم عن هذا خالد هو طرف الموضوع. اول شيء خلنا نصبح عليه، هو بصراحه لما قال كلمه ان انا اللي معيني الهيئه والهيئه اللي تشيلني او جمعيه عمومي، جمعيه عموميه اصلا جمعيه عموميه ما في نصاب مني عدو ولا لا؟ جمع عمومية من متى قالت أحد أصلاً؟ فأنا قاعد أقول بدام إني أنا عينتك بدر أنا اللي أشيلك. أنا لما أشوف إن أنت ماكو مجهود أو في خلافات أو كذا كذا وي أنا عليك أنت زوم أقول لك والله تعال بدر السلام عليكم أنا أبيك معين أنت. صح. لكن إذا أنت منتخب ما لي شيء. أنت الحين بس يعني شيء بشيء يذكر نفس هذه الأحداث باللجنة نفسها قضية ثلاث نقاط. إعطاء الثلاث نقاط الحين وحسمها لنادي العربي هذا دليل على أنه شنو؟ ان الكتاب اللي راح لنادي الكويت غلط تخبط، والشخص اللي اتخذ هذا القرار لازم يتحاسب، الموضوع يمشي كذي مو صحيح. مو لا صحيح. دخلنا بموضوع لا لا انا اقصد احنا الحين في موضوع هذا راح يجرنا الى الى تنظيم. الى 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 امر يعني امر اخر اليوم تسريب مثل هالخبر انه والله لان قبلها اذا تذكر طلعت اخبار انه في لوبي على خالد المنيع وان رئيس اللجنه الاولمبيه الشيخ فهد الجابر ما يبي خالد المنيع في خلافات بينهم اي بحد ذاته مسعود وطلعت بعدين انباء بحد ذاته لما كلمت انت لخالد نعم وقال لك الكلام هذا انه لا مو صحيح خلاص اعتمد كلامه لانه فعلا مو صحيح لو صحيح بس ما في دخان غير نار
يعني هذا الحكي ليش يطلع؟ يمكن اشاعات تطلع في، لا ما يطلع، احنا ندري ما نطلع حكي نفس هذا الا يكون في اختلاف. هذا مو طبيعي بدل لما انا اقول لك والله انت بدر اغلك وانت مو اشاعه مني انا، بس بطلع بسوي حركه انا بخلي يصير عليك زوم والناس طالعك بشنع فيك، فاقول شاله بدر من اللي ينفي هذا؟ انت بدر لما تطلع تقول لا والله انا موجود، صح ولا لا؟ هذا هذا لما يصير في اشاعه على استقالتي اقول ما استقلت، قاعد اقول لك استقاله انا فيها، القال انت شلون تنفيها؟ هو قالوا لي يمكن اغلك من شلون تنفيها؟ شلون تنفيها؟ هم قالوا من اغلى يمكن الشيخ فهد ما يدري، مجلس اداره اجتمع وقال هو ايش دراني كتب النصاب ولا ما كتب ايش دراني؟ اي بس مو موجود انت فهد الجابر مو معين ولا منتخب؟ لا كلهم معينين معينين، يعني معناته اللي طلعني او شيلني من مكاني الهيئه. لا بس ما شنو دوري علي اذا انا رئيس؟ لا اقدر اشيل ولا اقدر احط ولا بعد عمري انت ايش قاعد حاطيني رئيس؟ قاعد بالبيت احسن. انت رئيس، انت رئيس ما تقيله وانت قاعد لازم عن طريق الهيئه انت تكتب كتاب للهيئه. اي ممكن كتب شيء، ايوه تكتب كتاب ممكن للهيئه ممكن. لو خالد ما يدري بالموضوع، لما انت كتبت كتاب للهيئه هل انت اغلته ولا الهيئه اللي غلته؟ عشان كذا اقول لكم سعود انه هو طرف ما يقدر ينفي اي الخبر عن اقالته، فشلون تقول يعني والله يا عموما يقول والله ان العضو الفلاني امين السر غير مرغوب فيه ويانا مثلا كمجموعتنا، الهيئه اللي تاخذ قرار مو فهد الجابر. والله اتمنى يعني احنا هذا موضوع او خبر انتشر وحاولنا التاكد من الاخ خالد المنيع اللي رفض مره اخرى الظهور اعلاميا، فقط وضح لنا النقاط هاتفيا. مره اخرى نتمنى مثل ما قالوا الاخوان توضيح من اللجنه الاولمبيه متحدث رسمي، كتاب بيان يوضح هذا الامر كما هو الحال في بعض الامور، ومنها ايضا وهذه فرصه ان نناشد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة توضيح ايضا موضوع الاخ سمال عدساني، هل تمت الموافقة على استقالته؟ هل في بديل؟ هل سيتم تشكيل مجلس جديد؟ هل قاعد تحاولون تثنون مثلا اخ سمان انه يرجع عن استقالته؟ كل هالامور ما يصير الجمهور عايش بالطوشة، يعني ما يدري الرياضي عايش مو عارف شنو الوضع اللي قاعد نعيشه. يعني نتمنى يكون في تنظيم، يكون في توضيح لكل هذه الأمور. خل نروح حق فاصل بعد ذلك نعود. حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. خل ايضا اشكر اخوي محمد المشيمي السلماوي العزيز والكبير اللي دائما يحرجنا بكرمه. اليوم ايضا كالعاده بعد فوز السماوي لابد ان يعني يحل يخلينا نحلي صراحه، هذه هي الكنافه وصلت يا ابو جاسم وبارده يبا بعد شو سوى من السالمية لهني؟ من السالمية عاد المفروض هو يبقى حرار الساعة 12 وما يتشم كاي تعال 11 ونص خوش كنافة كاي والله عشان تاكلها حارة ما قصر. مشكور يا أخوي محمد، إذا ما يبقى حارة ترى ينقلبون لعبة الجاية. لا خلاص حاضر نحررها لك. خل نروح حق تقرير مباراتنا اللي طبعا في عندنا تقرير في مبارتين، مباراة النصر مع الصبيخات ومباراة القادسية مع الفحي. عفوا نشوف السالمية مع الشباب آسف، وتقرير فاحيل مع القادسية في تقرير واحد، المباراتين في تقرير واحد، شوفوا مع بعض وبعد ذلك لنعود. في الأحمدي استضاف الشباب نادي السالمية في مباراة شهدت نوعا من الندية، ومع بداية المباراة دخل السالمية بروح التسجيل محاولا التقدم، وكان لهم مبتقاهم في الدقيقة 20 عبر عرضية استغلها فهد الرشيدي وسجل هدف التقدم. بعد الهدف حاول الشباب التعويض ولكن دون هدف، أما السالمية كان أخطر خصوصا مع وجود فهد الرشيدي في خط الهجوم، لينتهي الشوط الأول بالتقدم السلماوي دون رد من الشباب. وفي الشوط الثاني ومع بدايته البديل مسعود فريدون يفاجئ السالمية بهدف مبكر، بعد هدف التعادل تبادل الفريقان الفرص، السالمية يهجم ويضيع فرصه والشباب يرد أيضا ومن دون أهداف، إلى أن أتت الدقيقة 68 ونتيجة من عرضية أخطأ سليمان ميرزا في توقيت خروجه، تابعها نايف زويد
بهدف جديد للسلماوي. وقبل نهاية المباراة إبراهيم العازمي يأتي بمجهود فردي ويتخطى دفاعات السلماوي ليسجل هدف التعادل، اندفاع أبناء الأحمدي لتسجيل هدف ثالث في الدقائق المحتسبة في الوقت بدل الضائع. أكسب السلمية مرتدة عرضها عدي الصيفي وأنهاها خليفة راجحي في المرمى مسجلا هدف الفوز. أول شيء الحمد لله على كل حال، ما قصروا الشباب، كنا مركزين من أول بداية المباراة، وتعرف قول قولنا أول شيء، بعدين ردوا علينا قولوا، وتعرف تعادل فالفريق لازم يقول يعني آخر دقائق، والحمد لله قدرت أقول آخر دقائق، والحمد لله يعطيهم العافية الشباب ما قصروا، كانوا مركزين بداية مباراة. طبعا بالنسبة للمباراة احنا أدينا أداء جيد، حاولنا أن احنا ناخذ 3 نقاط بالمباراة، بذلنا اللي علينا، لكن فيها فوات بسيطة هي اللي فرقت يعني بالنتيجة. لعبنا آخر دقيقة، حاولنا أن احنا ناخذ 3 نقاط مهمة لنا معنويا، لكن ما قدر الله نحن يعني ناخذ نتيجه، كسبنا اداء، لعبنا بشكل بطولي، لعبنا بشكل بطولي داخل الملعب، كنا ممتازين، لكن في لحظات بسيطه هي اللي فرقت معنا. على استاد نادي الكويت تقابل الفحيحيل مع القادسيه، وانتهى الشوط الاول للقاء بالتعادل السلبي مع بعض المحاولات من الفريقين اللي هز الشباك، الا ان حراس مرمى الفريقان تكفل بإنهاء جميع الفرص. وفي بداية الشوط الثاني أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب الفحيحيل عباس القلاف بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليكمل الفحيحيل مجريات المباراة بـ10 لاعبين. استغل الأصفر القدساوي الوضع سريعا من خطأ دفاعي للفحيحيل، وسجل البرازيلي دا سيلفا الهدف الأول. استمر القادسية بالضغط والتنويع في الكرات على الأجنحة ومن العمق، وأضاع بدر مطوع فرصة للتسجيل. الأرجنتيني بلانكو يخترق من اليمين ويسدد كرة ماكرة ارتدت من القائم إلى البرازيلي الذي عاجها في الشباك على يمين الحارس إحسين كنكوني مسجلا الهدف الثاني للقادسية. بعد هذا الهدف حاول الفحيحيل الاندفاع للهجوم لتقليص النتيجة، وأضاع اللاعب سالم الهاجري فرصة للتسجيل من كرة طويلة، وفرصة أخرى بعد جملة من التمريرات المتقنة للاعبي الفحيحيل أبعدها الحارس أحمد الفضلي. ومن مجهود فردي رائع للمحترف كوليبالي استطاع الفحيحيل أن يقلص الفارق قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق. وفي الوقت بدل الضائع مرر صالح الشيخ كرة بينية لبدر المطوع الذي انفرد بالحارس حسين كنكوني ليسجل الهدف الثالث ويضمن النقاط 3 لمصلحة فريقه القادسية، ليحافظ بذلك الأصفر على صدارة الترتيب برصيد 52 نقطة. يحيى دشتي لبرنامج 90 دقيقة. شكرا اخوي يحيى دشتي، نبارك للفرق الفائزه، نقول هار لك الفرق الخسرانه. خلينا نبدا من حيث بدا اخونا يحيى، تقرير مباراته الشباب والسالميه او السالميه والشباب، ويعذروني بدر وابو بدر، اروح حق خليفه ومحمد، بعدها ان شاء الله ننتقل لمباراه القادسيه والفحيحيل. خليفه نبارك لكم الفوز، شلون كانت المباراه؟ اول شيء صبح عليكم وصبح على اخوان المشاهدين. صبحك الله بالنور. الله بخير. اول شيء الحمد لله يعني كنا مركزين بدايه مباراه، وكانت مباراه حلوه يعني بدايه الشوط قولنا كي يردوا يتعادلوا معنا، ولي اخر دقائق يعني والحمد لله قدرت اقول اخر شيء وفزنا الحمد لله، اخذنا 3 نقاط، اهم شيء 3 نقاط، لان تعرف الحين في هبوط و صحيح يعني تبون نقاط اهم من المستوى. إيه يعني اي اهم شيء 3 نقاط والحمد لله قدرنا ناخذهم. نعم. مباراه صعبه كانت والله، من أي ناحية؟ ناحية المجهود اللي بذلتوه، من ناحية لا التركيز، من ناحية لا بس التركيز، كنا مركزين بداية مباراة أهم شيء التركيز، وقدرنا الحمد لله نفوز. وايد كانوا من السلماوية زملائنا اللي يكونوا متواجدين هنا مضايقين من الغيابات اللي موجودة في فريقكم خليفة. لا والله بس ما قصروا الشباب، في يعني عندنا لاعبين صغار ما قصروا. نعم. يقدرون يغطون على ربعهم متعورين، وإن شاء الله يردون إن شاء الله. محمد ليش خسر شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اصبح عليك وعلى ضيوف الكرام وعلى المشاهدين الكرام، وان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم ان شاء الله. ثانيا ابارك حق اخوي خليفه الفوز اليوم، وحق جمهور نادي السالميه ولاعبين نادي السالميه، وابارك له الهدف اللي سجله بالدقائق الاخيره من المباراه. اول شيء بالنسبه حق خساره اليوم،
ظروف المباراة، الوضع اللي قاعد يمر في نادي الشباب، ان كنا احنا نطمح بالبقاء، يعني كانت نقاط اليوم الثلاثة اهم من المستوى، اهم من اي شيء ثاني، كون ان في الحين صار فرق، يعني اشبه بنقول ان على الورق ان حظوظنا بالبقاء في الدوري الممتاز ان انتهت. ففي بعض اللاعبين ممكن الضغط الذهني اللي قاعد يمرون فيه، غير ان المجهود، غير ان استقبلوا جول مبكر من نادي سالمية، شوي أثر على مجريات المباراة. بس الله يعطيهم العافية، يعني لعبوا مباراة كبيرة، رجعوا مرتين حق المباراة، ولكن خبرة لاعبي نادي سالمية قدرت تحسم اللقاء لصالحهم. بالخبرة يعني. بالخبرة. طيب. ترى الشيخ حبيبي تسلم عليك وتشيد بأدائك خليفة. الله يسلمك. وقاعد توصيني عليك، قول دير بالك على لاعبنا. حاضر، يستاهل خليفة من الشباب الصاعدين. بناصر، لو سألناك عن الشباب السالمية هالموسم. بغض النظر عن المباراة، يمكن انت ما تابعت المباراة، تكلم عن كفريقين واداء في هذا الموسم بشكل عام. يعني انا قلت قبل مرة السالمية عنده عناصر بس مو قادر للحين يوصل الى انه يكون عنده فريق، عنده لاعبين للحين ما صاروا فريق. من يصير السالمية اعتقد فريق راح يكون يعني مو يعني يعني خطر وايد على الفرق الثانية، راح يدش منافس بقوة. للحين ما وصلوا ولا حق توليفة هذه، انا اتوقع القريب يعني، بس محتاجين استقرار يعني. الشباب يعني وين الشباب يعني قبل كذا موسم، وين الشباب الحين؟ الشباب قبل كان يعني يدخل مباريات، يعني اكثر مباريات يدخلها هي بقل الخسائر، يعني يطلع بقل خسائر. نعم. بس بعد عمل مجلس اداره الصراحه وناس مخلصين في نادي الشباب، وصلوا الى مرحله ان نادي الشباب اصبح يعني من الصعب تفوز عليه. نعم. خاصه يعني انه قام يعتمد على الشباب، وقام يؤدون يعني اداء رجولي يعني، واداء بشكل جماعي. انا اعتقد الفتره الجايه يعني اذا استقرت هذه الامور وانتهت هذه المشاكل، اتوقع انه راح يدخلون يعني بشكل اقوى من هذا. نعم. يعني شفنا السالمية يفوز بصعوبه ابو بدر، هذا دلاله على قوه الشباب؟ والله انا اقول بالعكس، السالمية فريق الاصابات اللي عنده قله، في بعض اللاعبين اللي عندهم يملكون الخبره مو ياهم الحين في اصابات كثيره عندهم، عدل خليفه، فاللاعبين الحين قاعد يثبتون وجودهم بمكان المصابين. فهني قاعد يصير عندهم هم لود كامل، الشباب اللي انا اثبت نفسي اني انا افضل من المصاب، لان فرصه لاي لاعب كان على البنش احتياطي وينزل ويؤدي واجب اكثر من اللاعب المصاب اللي قبل يلعب اساسي، ممكن يكون هو الاساسي يثبت وجوده. هذا اللي يعطي السالمية مثل ما قال أخوي بدر، إن في يعني لحد الآن ما وصل التركيبة الصحيحة حق الفريق. أرد على الشباب اليوم يتكلم إن أنا يعني بالمركز العاشر تقريبا، أنتوا العاشرة تقريبا أو 13 كذي، فمركزهم هذا لا يليق في الشباب سابقا. يعني شوف الحين، أنا أشوف الشباب هزايم الحين ينهزم فرقول، يعني حتى مع كاظمة لعبتهم مع كاظمة كانت قوية اللي تعادلنا 3-3 ويام، واليوم مع السالمية 3-2، معناته الشباب عنده عناصر ويبون الفوز، يبون نقاط ثلاث. لكن أنا هني صراحة المدربين الوطنيين خالد الزنكي ودرب المدرب عبد العزيز حمادة، لأن لحد الآن توم دشوا على الفريق جديد وقاعد يعدلون فريق، يبي لهم وقت. نعم. على أساس إنه يكون عندهم فعلا فريق يقدر إجاب الاسسمه. انا خلي اعذر بس اول شيء، خل اقرا تغريده الاخ مكاتب اسمه، يقول ضيوفك مميزين، وسال عطار من يشجع بالكويت. بالكويت اكيد الشباب. لا الصراحه يعني ايه؟ انا احب نادي كاظمه. كفو كاظمه يعني، انا لاعب كاظمه سابقا وانتقلت الى نادي الشباب، بس يظل بقلبي يعني نادي كاظمه. وانت خليفه؟ انا سلماوي. يعني حاجيك لو لا تنبش داخل، طلع اصفر اخضر يطلع، لا تطلع منهم، بس خل الثاني. انا قاعد اقولها قدامك الحين، احنا مشجع سالمية، الثاني كاظمة 100%. ايش دراك؟ لا والله مشجعينهم شويه اصلا، تخلي الناس يشجعون كاظمة يعني. هو سكن كاظمة عند نادي الغاسية، المسألة الغتساوي. اقول له انت من شيء؟ يقول غتساوي. اقول له من تميل للثاني؟ قال كاظمة. تي حق العربي من كاظمة، الكويتي من حق كاظمة. والله حلوة صدق. يعني دائما الخيار الثاني، يعني القدساوي مستحيل يقول اشجع العربي، صح؟ ما يقول. والعربي مستحيل يقول اشجع. اي والله، اي والله. شوف
جتنا لعبات وياهم نهائيه مع القادسيه. نعم. جمهور العربي شجعنا. لعبات لعبنا مع العربي نهائيه القادسيه جمهور شجعنا. طبعا بدر شو تشجع؟ نعم شو تشجع بعد القادسيه؟ ما شجع لا مستحيل لا كاظم يعني داخل النادي خذها مني مستحيل. يمكن جمهور 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 القادسيه يشجع الطرف الخصم لمنافسنا مو حبا فيه. ها لا ما كره بالعربي صدق مره مرات احنا قلبناكم مباراه قلبناكم تدري من اللي انا شايفهم عند الباب احنا غالبين القادسيه زين ولا الطبول بره بطلت الباب ولا جمهور القادسيه كاظمه وكاظمه قاعد يشجع كاظمه احنا غالبينكم لا ورب الكعبه جمهورنا والله حاط لابسين صفر لا والله العظيم لا شلون والله العظيم اخي انا تهمتها الاعدام عندنا هذا بالقادسيه لا قاعد لا والله يبقى رميا بالرصاص يبقى والله بدر يبقى يبقى في بعض الناس والله انا احب مثلا القادسيه ومين حق الكاظمه مثلا كذي احب مثلا النادي العربي ومين حق كذا انت تدري تدري المنافسه انا لا لا خلق خلق منافسه بيننا وبين العربي تاريخيه خلق تدري انا مين بس حق الكويت المنافسه التاريخيه بالملعب قادسيه وكاظمه خذها مراحل سنية مو القادسية الكويت شنو؟ مو الكويت يعني. لا الكويت الكويت ترى ب 15 سنة طافت سنين من الثمانينات يعني من انا لعبت من الثمانينات كلها كاظمة كاظمة والقادسية لا لا هذا شيء ثاني خل ارجع حق موضوع اللجنة المعينة او اللجنة الأولمبية لأن وايد اخوان ابلغوني يعني بعض المسجات قاعد توصل لي وبعض التغريدات اخونا وليد العوضي يقول اي جمعية عمومية تاخذ قرارات من كيفك بدون رجوع لمجلس إدارة مثل كتاب النقاط الثلاث المزور والحين تستنجد بالهيئه انت للاسف تشتغل لاشخاص بسام يقول من تم تعيين لجنه انتقاليه واحنا ما ندري ايش قاعد يصير كل يوم تصير مشكله وتختفي بدون حل الموجودين بالاتحاد عليهم علامات استفهام اخونا الدكتور ابو علي يقول يا ريت تقدر مشجعين ثانيين وما تلبس لبس ميسي والله قول حق اخونا بشار جاسم جابر سالم يقول الجمهور الشيبي وشنو راح يستفيد من استقالته وعدمها بكل أمانة هناك أمور أهم والجمهور يبي خبر يستفيد منه يساهم في إنجازات رياضاتنا والله للأسف أن رياضتنا صارت كذي استقالات إيقاف مشاكل ما في لا إنجاز ولا هم يحزنون بنت الكويت تقول ما يصير تحط صورة ميسي في ناس أفضل منه تاريخيا الموضوع عند بشار جاسم أخونا أبو سالم يقول الحمد لله أولها أنك تناشد ما حد يرد عليك رد على كلامكم امس عن كيتا بشجاعه ستجد الناس ترد عليك لانك تحترم المتابع لبرنامجك والله ماني فاهم ايش قاعد تقصد يا ابو سالم لكن ما ادري ايش تقصد مشكور عموما محمد الجبر يقول التعيين في اللجان الصادره بقرار لا يمكن على اثره اقاله عضو معين فيها من قبل ذات اللجنه المعينه الا بقرار صادر من ذات الجهه التي اصدرت التعيين ترى استاذ مع ان في كتاب شوف الكتاب لا عفوا بس استاذ محمد ترى قانوني ودارس زين يعني شنو يرد على القانون نعم. اوكي والنعم فيه يعني لا لا اتكلم هو يتكلم من منطلق قانوني بس شوف هذا الكتاب اليوم وفي نهايه الاجتماع تقدم سعاده تبادل الاراء ما ادري شنو بعدين كاتب ضاري برجس ضاري امين السر العام والشيخ فهد الجابر رئيس اللجنه الاولمبيه بعد كتاب رسمي لا يعني ادري لا لا, لا 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 مو مزور انا اقصد الجبر شنو قاعد يتكلم انه طول ما انتم معينين مثلا ايه؟ جمعيه تعينت مو من حق الجمعيه مجلس اداره انه يقيل واحد منها لا ما يغير الا الجهه اللي عينتهم اصلا هذا اللي قلت لك انا هذا شيء منطقي احنا معينينك انت تستلم كل واحد ما تملك انت تشيله هو يقول هذا من اي على اي اساس الرئيس يتخذ قرار ما يقدر ما يقدر لا 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 في شلون طلع كتاب خلي طلع كتاب بس هو قاعد يكلمك عن 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 مبدا قانوني طول ما انك معين فاللي عينك هو يشيلك ما يشيل كل الموجودين وهو ما يدري الشيخ فهد جابر العلي وما يدري الاخضاري برجس انه ما يتعين لا لا في طريقه ثانيه ممكن تكون هم الحين يبغى الموضوع صار بالسلطه مو باللوائح ممكن انا كوزاره او كهيئه اعين 11 معينهم برئاسة منه برئاستك الشيخ فهد اوكي وهم بعدين يشكلون نفسهم يعني انا رئيس كفهد الشيخ فهد ويشكل باقي امين السر هو رد اخونا محمد الجبر راد يقول فلا تملك اللجنه المعينه في هذه الامور الا رفع توصيه للجهه التي اصدرت تعيين تلك اللجان هذا التعيين باستبدال عضو انهاء اعماله بقرار صادر التعيين مو المنصب التعيين مو المنصب زين يمكن مسوينها ايش درى الاخ خالد انا قاعد اقول لك التعيين اذا كان طالع من الهيئه الشباب الرياضة انه والله بدر امين سر ومحمد مثلا ادري اوكي الحين طلع من الهيئة
طلع من الهيئه. خالد من الهيئه عميد سر. اه بس زين الحين بشيله انا بشيله من الهيئه. شيله من الهيئه. الهيئه يمكن شالوا. هل يعني معقوله ما يبلغون لك خالد من الهيئه؟ اقول لك المفروض يطلع واحد يقول لنا. يعني اقصد كلمه اجتمع مجلس الاداره وقرر اقاله ما تملكون. ما يتملكم زين. اذا لو يعني لو الهيئه قالت خالد منيع مو المفروض تبلغ خالد من الذوق يعني ادبيا انه يتصلون بالاخ خالد منيع ترى شلناك بدر. الاشاعه دائما تكون شنو بدر قبل اصدار قرار رسمي تطلع مو اشاعه بدر وياك إيه؟ قرار اليوم موقع الاخبار يبلجس بس ما صار رسمي ابو سعود. هذا اجتماع 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 مو قرار انهاء عمل. هذا اجتماع شلون يوقع على الكتاب؟ هذا اجتماع يمكن يدز حق الهيئه وبعدين الهيئه تاخذ قرار. انا عينتك ابو سعود ما حد يملك شيء بس مو قرار توصيه. احنا ما ندري شنو الكتاب هذا الحين في شيء في شيء يطلع من اللجنه الاولمبيه اجتمعوا واحنا نوصي والله نوصي بابعاد مثلا بدر حق الهيئه وهم يتخذون قرار وهم ياخذون قرار. احنا قاعد نسولف بناء على يعني هذا راينا يعني راينا مجرد راي ومبني على خبرات بسيطه يعني من عندنا. انا اعتقد الاولى انه يرد على هذا ويفند هذه الامور الناس المختصين يعني ان هل هذه الامور تجوز ولا ما تجوز. بس اللي احنا نعرفها كمنطق انا لما عينك ما يملك شخص واحد ثاني يشيلك لازم الا انا الا انا اشيلك. يبا سؤال وجهه السؤال وجه حق الهيئه زين. هل صحيح يقال بان الاخ خالد منيع حاط اسمه في وفد حق بطوله المغرب واللجنه الاولمبيه رافضه انه احنا وين عندنا مشاركه اصلا عشان نروح الدوله المغرب ولا اذربيجان؟ بلا عندهم بالمغرب شنو فيه؟ فردي ما ادري اي بطوله ما ادري فردي يمكن مباراه بطولات فرديه. الفردي مو شرط تحت علم الاولمبي الكويت على تحت لا يعني معقوله هذا سبب انه يشيل خالد منيع انه حاط اسمه اي في مجلس الاداره. انا بسافر وتلقوها بسافر وهذه يقول انا بسافر احلها انا كرئيس احلها ليش اشيلها؟ احلها تعال يا خالد منيع يبغى تبي المغرب هذه المغرب لك يمكن مسوي لهم شغله اذربيجان حق والله مثلا هم مسوي لهم شغله يصير مساعد هذه يمكن مسوي لهم شوشره داخل المجلس الاخ خالد خالد لا هو بعيد عن الشوشره ان شاء الله يعني بس انا اقصد يمكن هو مصر انه يبي يروح الدوره مثلا او البطوله من حقه يعني شلون يختارون وهذه تعطي الحق حق الشيخ فهد وربعه انه والله ما نبي نغيله نشيله ما ادري صح لازم في اكبر من لانه ماكو لائحه ماكو نظام صار الموضوع منو الاقوى يسوي اللي يبي. هذا حل هالمجالس الرياضيه بناء على شنو؟ الأقوى سلطة. أنا أملك السلطة أشيلك باشر. أنت تملك السلطة تشيلك. ما عنده سلطة معقولة؟ ما عنده يعني علاقات ما عنده أصدقاء ما عنده واسطة إنه يدخله لحل هذا الموضوع. بس هو ما ألين على كلامه يوم كلمته بالتلفون يوم دقيتوا عليه ورد عليكم قال أنا ما أقدر. بس المفروض أنا الكلام اللي قاعد تقوله غير صحيح يعني معناته مو مغال ما حد قاله. شلون لا كتاب يعني موقع باري برجس قاعد أقول لك الكتاب هان البرجس شنو وظيفته؟ امين سر عام مكتوب يا ابو بدر. امين سر بدال خالد منيع كاهل كتاب هم قال الكتاب شو يقول فيه ما ادري شنو هو. في نهايه اجتماع ما عد الاخ منه هذا اللي دز الكتاب ابو فهد تكفى الله لا يهينك دزنا يا معود كتاب لو هذا تعيين كتاب الاولي خلينا نشوف هذا تعيين مو اقاله تم تعيين فلان فلاني امين سر هذا مو اقاله هذا كتاب هذا كتاب تعيين من الهيئه لا هذا لجنه اولمبيه مكتوب الكتاب فوق ما تعيين لجنه اولمبيه احنا ما ندري شنو الكتاب الصفحه الاولى شنو ما ادري الصفحة الأولى. أتمنى من الأخ أبو فهد تكفى جزي الصفحة الأولى شنو مكتوب فيها عشان أعرف شنو قصة هالكتاب وقصة هذا الاجتماع. أخونا العفور يقول اللي قاعد يصير في الوسط الرياضي نتيجة طبيعية من جراء الإيقاف الرياضي. أنا أحد الأخوان أيضا يوسف الجاسم منسق إعلام نادي السالمية يقول أحب أشيد بأداء خليفة اليوم اللاعبين الخلوقين جداً ونبي يستمر على المستوى. خلي يقول تم تم قول تم. تم. تم 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 خلاص قال لك تم. اخونا علي الشريف داز هالصوره يقول تصدق هذا في افضل نادي بالكويت وطبعا يعني اكيد يتوقع نادي الكويت يقصد. هذه الصور في هذه ترى تاريخيه الصوره ترى حتى بنادي القادسيه كذي طبعا حتى بالعربي طبعا حتى لان هذا تحت المدرجات هنا سكن عمال نادي يعني مو شيء موجوده من ورا ايوه موجوده تاريخيه الصوره هذه مستبعينات كذي حتى احنا عندنا بكاظمه طبعا مو حضاريه الصوره حتى عندنا بكاظمه احنا تحت المدرجات
من خلف في غرف حق السكن يسكن عمال نادي. ايش تبي مسوون يا اخويا؟ وين يسكنون الفندق؟ سكنهم في فندق. ما اقدر اسكنهم في فندق، هم يشتغلون بالليل. لا يعني في حل الهيئه خل تصرف لهم هذول يسمونهم النشافه الالكترونيه بدل يشرون هدومهم برا. صدق قاعد احنا كذي يغسلون فنايل اللاعبين. اي والله يغسلون فنايل اللاعبين. مشهد مو حضاري طبعا بس واقعي. هالواقع هو في حل يعني هالواقع. يحطون مبنى مثلا يعني على جنب يكون مخصص لسكان مثلا لسكن العمال او يغطون. اتكلم عن لا لا يغطون نادي. يغطون منطقه الملابس هذه. بس شوف صعبه لان الجمهور يطلع بعد هذا البشر ايش يسوي. المشكله بعد شنو؟ انه ما في ممنوع سكن عزاب بالمناطق يعني بالعداليه في سكن عزاب؟ لا ما في داخل نادي. داخل نادي داخل صور النادي. لا هو لازم في حل حق الموضوع. لازم في حل. خلينا نفترض ان في مباراه قويه مثلا او مباراه مهمه ضيف فريق عالمي فريق اوروبي فريق أيوة. اسيوي جايين مثلا جمهوره وياه يشوف هالمنظر. نتكلم مو بس عن نادي الكويت. صدق في الانديه اللي برا يجيبون العمال يوم من الصبح بباص من برا يجيبونهم من النادي. نعم. يجيبون غير الامن ما متواجدين. طيب لكن يجيبونهم باص ينزلون. على طاري الباص قبل اروح حق الفاصل خليفه، انتم اليوم رحتوا الملعب كل واحد بسيارته صح؟ ايه. وهذا امر ابو بدر لا غلط يعني رايحين ملعب الشباب غلط. وين باصكم؟ كل الفريق؟ توهق لا تجاوب. لا لا بس انا عارف المعلومه صدق. كل الفريق؟ لا معلومه صدق ولا في شعاراتكم؟ وهقتوا الريال يبا لا خلاص ابو سعود. جرت العاده جرت العاده ان اللي بيوتهم بالمناطق اللي هناك. لا 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 انا اكلمك عنه مثلا كان مشعل سعيد محمد نيان ناصر نيان بيوتهم كانت صباحيه فالملعب على ملعب الساحل وفيحيل كانوا يوم سايرهم ما يحولي أنا أقول بعدين يروح المنعب بعدين يرد حولي. أنا أقول بدر فكان جزء لكن بدر الفريق كله بدر إحنا نجيب اللاعبين مثلاً مباراة الساعة خلينا نقول الساعة أربعة أربعة ونص خمس لاعبين الساعة اثنتين في بعضهم يتغدون بالنادي يسوي لهم غدا بالنادي لعبتك بويا الجهرة. خلينا أقول لك لاعب بالجهرة يجيني تجيب عدليه يجي العدليه ولا ما أخذه ما لا لا, لا, لا إحنا ما عمرنا ما في لاعب عندنا من لاعبيننا يطلع بسيارته نهائيا. ما اكلمك عندنا نهائياً. عندنا كان عادي نهائيا اقول لك يعني خلف سلامه خلف كان بجهره فلما نلعب احنا على الجهره متواطئين وايد. لو صار له مسكين حادث شلون بالله. نعم لو صار له حادث صح عشان كذي الباص. ليش الباص ابو بدر؟ ما يمكن الباص يعني الباص لو لا سمح الله صار شيء بالباص. نعم الاتحاد مضطر انه ياجل يغير الموعد حتى النادي الاخر يتفاهم ويتساهل في الموضوع مع الخصم انه والله انا اقول لك عن واقع يعني عشناه احنا. انا بوصلها من خلال برنامجكم حق الانديه كلها غير امني ان اطلع اللاعب بروحه يروح من الملعب. طيب وهو جايك النادي لا سمح الله صار له شو تسوي؟ وهو جايك عدليه من الجهره غير يصير اتكلم انا انت اللاعبين كلهم باش ايش يسوي اللاعب حتى لو بكيفان وبالبلد يقول بايب سيارتي مو صحيح. احنا وين احنا كنا نقعد مع اللاعبين يتغدون بالنادي احنا بس هم اكيد خذوا موافقه من الاداره اكيد يعني اكيد لاعبين السالميه خذوا موافقه من الاداره. انتم كلهم لا كلهم كلهم يعني في يعني اللي بيوتهم عند ظرف واللي عنده شيء بيت يعني نفس عند نادي الشباب اي يروحون يعني بسياراتهم الإدارة يقول لكم كذي ليش عني لا صح والله صح يعني ليش عندي السالمية يعني في يعني عندي تركي مطيري يعني بالرقة ساكن إيه بالرقة شيء إيه؟ السالمية يروح السالمية بعدين والرقة بعدين يرد السالمية بعدين يرد ابن بدر هذا عملية غير حضارية رحم مالديك تبي التنظيم تبي التنظيم ما نلعب سكة احنا تنظيم انا الحين انت محمد خلينا نسأل محمد انت وكذي بعد هم سيايركم هم سيايرنا ما انتوا رسمي كل كل الانديه كذي هذا لا مو كل الانديه هذا سيستم الانديه لا بس من قبل هذيك على محمد يقول له يا ما عندنا مباراه بالسكه يجيب سيارته يبا مباراه رسميه كابتن اليوم يوم دوامات هني المشكله يعني لو ايام عطل رسميه ممكن تجبر النادي الكل يروح باص شوف اي واحد بس احنا دوامات اغلب الدوامات في كتب تطلع من النادي حق الوزارات وحق المدارس قبل الحين ما قعدت واحد هذا قبل تفرغ باسم سمو الامير ما قاعد يكلمون الوزارات تبي بعد في لاعبين دوامات تبي بعد يعطونهم تاخير ابو سعود من المفترض انت لاعب اللاعب لازم يحافظون عليه يا جماعه الغير انت مواهب قول حق المسؤولين يوصل المسؤولين حرام لازم حرام متفرغين حرام لازم احتراف لازم تصير عندكم انتم مجموعه تقعدون بالنادي عقب الغداء تسولفون تحضرون نفسكم حق المرات صحيح ولما تطلعون باص واحد حتى بالباص تسولفون يا جماعه خير ترى محمد دير بالك اللاعب الفلاني ترى شي ميزته
يسولفون مع بعض بالملعب غير، يختلف في كل الامور. طيب صحيح، في لاعبين يطلعون بدل، انت قاعد تتكلم كان احنا في دوري الاسباني ولا دوري الايطالي. ليش ما نوصل؟ ليش احنا ما توصل؟ لان مسؤولينك ما يبون هالشيء توصل، يعني كذا قاطينا قريح، لان مسؤولينك مهمهم ان توصل حق المرحله. خلينا نبدي شوي شوي على الاقل حافظ اللاعبين. اروح لفاصل بعد ذلك. حياكم الله ويانا. اخونا محمد الراجحي يقول السلام عليكم. اخوك خالد الراجحي يهدي خليفة ساعة رولكس. قول تم. قول تم. تم. قول تم. يستاهل. يستاهل والله، يستاهل اكثر من ساعة. بس عاد تقليد ولا اخوه؟ تقليد ولا مو اخوه معطيه؟ اي تقليد ولا صجي؟ يلبسها وياه. مرة هو يلبسها مرة بس. لا نبي نتأكد اذا اعطى الساعة عاد. لازم. لازم تصورها. ان شاء الله. تصورها؟ لا يدزها لنا نلبسها. صح ابو بدر، نلبسها بعدين نعطيها. والله يبينا نطيطين فيها بس مو مثل ايمن الصين. اي مو يقص علينا نص تايلاند. لا خلاص يعطينا مع الكفاله مالتها مع كل شيء. فله والحكي بتسعينات الحين. لا خلاص ما حد قام يشتري الحين. والله بالعكس والله انا اقول الحين برولكس الحين هبه. يا خلاص خليفه يستاهل حق الاربعه. لازم لا يستاهل احنا قبل هبينا نروح سكيتنج الحين رولكس. مشكور يا اخوي خالد. يا اخوي خالد ويستاهل ترى. اذا تستاهل. اذا بالفعل بتهدي يستاهل ترى، لان الكل قاعد يشيد فيه. اخونا مكاتب اسمه يقول تابعنا مباراه شباب مع السالميه اليوم. الامانه فريقين كل واحد اكفى من الثاني، واللاعب الراجحي سبب فوز كبير هالمرة. أتمنى الاستمرار. يعني إشادة بأخونا خليفة. يستاهل يا أخوي خالد، مو بس ساعة، يستاهل تكريم يعني مميز. أخونا أبو فهد دازل كتاب. مشكور يا أبو فهد على تواصلك. يقول وعليه قرر المجلس إعفاء أمين السر سيد خالد المنيع من منصبه، واعتماد السيد ضاري برجس بمهام أمين السر العام، ومخاطبة الهيئة العامة للرياضة بذلك. هذا الصح. شلون؟ لان هو مو معين من الهيئه، معناته انه مو معين من الهيئه كمين سر. هو مجلس الاداره هم اللي عينوا نفسهم، يعني هذا رئيس هذا مين سر. بس يظل عضو يعني. يظل عضو لان قال لك هو العين. قال لك ان عفيناه من امانه السر. نعم. وحطينا فلان وندس بس هو قال مو مكتمل النصاب. انا بوريك محضر الاجتماع. الشيخ فهد جابر العلي رئيس مجلس اداره موجود، الشيخ فواز مشعل الجراح من سحب، خالد المنيع من سحب، ها اثنين، جاسم يعقوب موجود، خالد المضف غياب، رحاب بورسلي موجودة، شافي الهاجري موجود، ضاري برجس موجود، غياب غازي الهاجري، فاطمة حياة، والفريق متقاعد ناصر بومرزوق، ناصر صالح غياب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة غايبين. بس ما في نصاب. واللي موجودين واحد اثنين. ما في نصاب. ثلاثة أربعة خمسة. ما في نصاب. كم لازم؟ ستة لازم. نصاب ست. ستة. يعني هذا المحضر انت تتكلم معناتهم عددهم 11 عدد 5 ب 6 النصاب 6 مو 5 يعني النصاب غير لازم. لا مو صحيح. على اساس يوافقون عليه؟ بس يمكن في واحد منهم قال محضروني. لا شلون مكتوب والله في بعضهم شي يقولون ادري بس يكتبون قدامه حاضر لازم او غياب عذر. في شيء بغياب عذر؟ لا ما في. ما في معناته مو صحيح. مو صحيح. لا ما في نصاب. طيب عموما يبقى القرار عند الاخوان في الهيئه والقرار عند اللجنه. خل اخذ بعض الاتصالات. كابتن ناصر بنيان معانا، طبعا مدير منتخبنا للشباب واللاعب الدولي السابق. حياك الله يا ابو مرزوق وصبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ابو سعود، انت ويا ضيوفك اللي معاك. حياك الله. بدايه نبارك حق القادسيه ونبارك حق السالميه. بعض النقاط أيد الأخ منصور تنافي وجود اللاعبين في باص، ما يكون كل واحد بسيارته. الحلقة نتشرف في وجود الراجحي والعطار. أنا سبب اتصالي صراحة خاص لمحمد العطار، من اللاعبين اللي كانوا معاي في المنتخب في البطولة المدرسية. لاعب صاحب أخلاق أدب، مستوى عالي، من لاعبين نادي كاظمة في بطولة عندنا في الأردن، وكان فيها بمجرد طبعا عن طريق الوزارة، فكان الاستاف الإداري والفني مجرد مدرب ومدير. فمحمد العطار رغم صغر سنه في ذيك المرحلة في ذيك السنة، يعني كلفته في دور المشرف. فاللاعب جدا مميز،
قام بدور المشرف على أكمل وجه. أتمنى من العطار أن إن شاء الله إذا ختم حياته الرياضية من اللاعبين اللي يستحق أن يكون إداري، فإذا انتهى أو إذا فضل أقول لك يا العطار اتجه للناحية الإدارية، وبالتوفيق للجميع مع السلامة. أبو مرزوق قبل الصكة تفضل حبيبي، ما بارح حكاظمة بالسالمية والغسية شف شو؟ والله أنا اللي أدري إن اليوم بس هالفريقين ما أدري لا والله كاظمة اليوم كاظمة أبو مرزوق فاز 4-2 على والنصر فاز بعد، لازم تبارك حق النصر كلنا كلنا. والله أنا بس أدري عن هاللعبتين، لكن مبروك حق الفايزين كلهم. حبيب أبو مرزوق صبحك الله بالخير. تستاهلون مشكور تستاهلون والله. ديروا بالكم على العطار يا التنيب، ها العطار لاعب نادي كاظمة وراح الشباب، ديروا بالكم عليه. أقول لك هو يمكن ترى اللي أخره وما خلاه يبرز كثرة إصاباته، وما يشوف شر إن شاء الله. لا إن شاء الله ساحبه رد نادية ردوا تحتاجونه أكيد. صبحك الله بالخير والله يعطيك العافية، والصراحة تشرف بهالمديح اللي قاعد تقول يا كابتن، وكانت من أجمل الأيام اللي الصراحة تشرفت أني تعاملت معاهم، وهو كابتن أحمد حيدر، كابتن ناصر بريان، كابتن أحمد حيدر في ذيك الدورة. صراحة يعني مثل ما يقولون ذكريات ظل بالقلب يعني. وإن شاء الله يعني إن شاء الله بالأيام الجاية أكون قد هذه المسؤولية اللي إن شاء الله حاطني فيها، وقد الاختبارات اللي ممكن إن شاء الله تواجهني أثناء مسيرتي الرياضية. أنت قدها وقدود والله يعطيكم الصحة والعافية ومشكور مرة ثانية. أحمد حيدر ها؟ يحاجيك بالإنجليزي؟ كابتن أحمد حيدر صراحة بصبح عليه أنا صحيح. أول شيء نصبح عليه بالخير. حاجيك بالإنجليزي؟ حاجيك بالإنجليزي. والله يقول مرة أسمع يقول حق اللاعبين ما يعرفون إنجليزي يقول بريس، يقول له إذا ما عارف كلمة بريس علمك ولا أضغط يا حليلة. مشكور يا ابو مرزوق، وإشادتك بكابتن محمد ان شاء الله ايضا يعني ياخذ بعين الاعتبار ويبذل مجهود اكثر. اخذ اخوي عبد المحسن، صبحك الله بالخير. الله بالخير اخوي عبد العزيز، حياك الله يا اخوي. كيف الحال؟ نسلم على ضيوفك الكرام. اخوي عبد العزيز، نعم. اول شيء انا اهني الغاتسيه بما اني انا غطساوي، بس في تغريده من اعلامي سعودي يتهم فهد الأنصاري، تغريدة موجودة واليوتيوب موجود كل شيء موثق إذا تبيها، يتهم فهد الأنصاري بالسهر مع عباد الجوهر بعد الخسارة من الهلال السعودي. إذا فهد عنده معلومة وساكت هذه مصيبة، وإذا ما يدري مصيبة أكبر. لازم أحد يرد على هالإعلامي، وعندي اسمه، يصير أذكر اسم الإعلامي؟ إيه عادي يذكر. ايه اسمه عدنان جست عدنان جستنية. ايه يعني بالاسم قال فهد الأنصاري طول الليل يسهر مع عباد الجوهر وورا لعبة الهلال، مو مهتم حق فريقه، يعني كم كلمة قالها مو بحق. انا ما اتكلم على نادي القادسية، اتكلم على لاعب من بلدي. طيب اوكي، مشكور يا اخوي عبد المحسن. انا والله قاعد احاول ادخل على حساب اخونا عدنان جستنية، ما اعتقد يعني ما في ما يعني ما قاعد اشوف، يمكن قايلها بال بالتلفزيون يمكن، لكن بحسابه في تويتر مو كاتب شيء عن قايلها بالتلفزيون. هذه طامة كبرى بعيد، إذا قايلها بالتلفزيون الكلمة هذه اللي يقولها طامة كبرى، لأن أنت بالتغريدة يمكن البعض يقراها، لكن بالتلفزيون الأغلبية يقراها. هو شنو قايل؟ أن فهد بعد خسارتهم يعني سهران بعد شنو لازم هم عاد هناك لما يخسرون يعني وين يروحون يعني؟ يقول لا يقول بعد خسارة بعد خسارة يعني الغصب منه أنه مو مهتم في إذا مهتم شنو لازم يسوي؟ يروح يسكر على نفس الباب يعني، يسكر تلفزيون ويقعد يعني شو يسوي؟ يسهر بالليل كلاعب، أنا لاعب محترف راح أسهر بعد المباراة. شو معطيه راح؟ يقولك خلصت المباراة يقولك سهر بالليل يسهر. لا أنا بفترض، أنا ما أتوقع فهد يعني ما أتوقع بس أنا أفترض إن أي لاعب سين من اللاعبين يعني خلص المباراة مهمة مثلا وانعزم وشو قاعد مثلا عند فنان كبير مثل العبادي يعني. قاعدة ولا الساعة 12 واحدة بالليل يعني قاعدين، وين شنو الفضيحة؟ شنو الكارثة اللي فيها؟ أنا ما فاهم.
وين المشكلة؟ مو التغريدة اللي تكلم. وبعدين الصحافة والإعلام السعودي يعني جرت العادة بأن الإثارة وتضخيم الأمور وهم يعني هم إذا النادي أنا معطيه راحة. مثلا عقب المباراة أعطيته راحة. هل يعني أنت يا فهد الأنصاري والله أنا أروح مثلا يعني المفروض أنه يكون حزين؟ مو صحيح يا أخي. قاعد أقول لك أنا شوف شفت هالتغريدة بس ما أدري هل لو قبل المباراة يعني هل هو يقصد هذه؟ بعد المباراة ما أدري يقول تبي من الولد. وين هني كاتبين فهد يسمع يبغى يسمع زين عباد حاط صورة والله خليه يسمع حاط صورة فهد الأنصاري مع مجموعة من اللاعبين وكاتب فوق خذوها مني الدولة بقيادة أبو فهد عيونها مفتحة صحيح يلي فات مات ولكن لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة الفساد ثاني لنادي الاتحاد وحاط صورة يعني فهد الأنصاري مع مجموعة من اللاعبين شو اللي يقصده؟ ما في شيء هذي لا لا الكلام اللي قاله تفضل فيه الأخ يعني نفترض يعني مثل ما قلنا نفترض إنه نعم إنه بعد المباراة فعلا يعني قاعد ويا عباد يعني نجم كبير وهذا وقاعد وياه وصادفة شنو وين التهمة؟ لا هذا تلقاه شوف أنا الصحفي وخاصة هو دستني هذا يعني هو اتحادي أيوه كان أعتقد مدير المركز الإعلامي اتحادي يعني يعني هزيمتهم الهلال او كذا يعني يصير في نوع اللي بس مجرد تغريدات دور مبرر هو انت تدور مبرر على فهد الأنصاري مو فريقك كله مو مكازي نعم بالمرات اللي كان مع الهلال خل اخذ اخوي حسن صبحك الله بالخير يا حسن السلام عليكم يعطيك العافيه عليكم السلام هلا والله حياك الله اخوي عبد العزيز انا من الناس اللي معجب فيك ومتابعينك من ايام برنامج سوكر من زمان ولليوم انا اتابعك اي وين ما رحت انا بس الموضوع يمكن خارج موضوع اللي انت قاعد تسولفون عنه انا بالعكس انا احترم اللبس اللي تلبسه يا اخوي عبد العزيز وبتحط صوره ميسي حط صورتي واحد بس اما انك تكتب فوق الفنيله العود لا هذه فيها شوي استفزاز احنا ميسي على شنو العود يعني ميسي مثلا اذا ميسي عود مارادونا الظاهره رونالدو زيدان بيليه هذول شنو نكتب عليهم عملاق يعني اخوي عبد العزيز والله انا يعني ضايقتني بهالشيء هذا بس انا ابي انا بختار يمكن انت مخضرم وانت رياضي اكثر مني على شنو ميسي عود على شنو بس ما انا ما توقعتك انك تلبس شيء اخوي عبد العزيز انا الشغله فيها استفزاز حقنا والله حقك علي والله مالي شغل والله شخصي لا ادري ادري مالك شغل عبد العزيز بس يعني ما يصير والله العظيم اقولك انا من عمر اتابعك حط صوره ميسي بس تكتب العود فوقه لها شيء ضايق ميسي على شنو عود خدعه كره القدم ميسي ولا دعايه ولا دعايه هذه دعايه والله دعايه مشكور يا حسن حطي بحساب اخونا تكفى ميدار عشان اللي عتبان على التيشيرت وعتبان على هذا يتصل على اخونا بشار ولا عبد الله الجيران ويتفاهمون معه انا والله انا ودي اقول شوف دائما ايش اقول اللبس اللي انا البسه ما لا راح اقول له غير ولا بشار في من هدي شاديش مثل هالصوره يعني اي من ميسي انا بصراحه برجع لوني وتحط العود فوق لا ما احط العود العود ما يضايق اسم اللي ذكره الاخ حسن مشكله التعصب تعصب مو زين أخونا فيصل أبو عباس يقول أهداف القادسية أجمل ما فيها الهدف الأول مجهود الرياحي الثاني مجهود بلانكو الثالث مجهود صالح الشيخ تحسب لهم الحين إن شاء الله نحاول نتكلم عن المباراة صباح الخير طبعا أخونا عضو مجلس إدارة نادي الشباب محمد المطيري يقول أصبح عليك وعلى ضيوفك خصوصا لاعبنا العطار ومن مكاسب لفريقنا والأمر عندي ما يطلع من نادي الشباب الله يحفظه مشكور يا أخو محمد يستاهل العافية وما يقصر وإن شاء الله يكون عندي حسن الظن إن شاء الله خونا اتحادي كظماوي يقول المقصد في تغريدة جستنية ليس فهد الأنصاري ولكن المقصود فيها شخصية أخرى والله ما أدري أنا على بالي يقول تغريدة لكن الأخ عبد المحسن يقول قايل بالتلفزيون أنا ما أدري والله ما انتبهت يعني ما تابعت الموضوع خونا فارس سياف يقول دعوة قضائية ضد هيئة الرياضة بسبب عدم تنفيذ حكم محكمة التمييز بعد انتهاء 60 يوم من إبلاغها بحكم إلغاء فروسية الفروانية عاد شنو الدعوة القضائية شنو مكتوب فيها حكم قبول الطعن بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت يعني ماكو شيء شنو بس تغيير قرار يعني ما في مثلا إقالة أو عموما أروح حق أخوي محمد صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير أبو سعود حياك الله يا محمد وأكرمك الله على الكنافة عادي أبو سعود ما لا داعي هذا شيء عادي صار عرف هذا عرف نعم وسعود أبارك حق السالمية إدارة ولاعبين وجهاز فني وطبي وكل شيء وما قصروا وهذا شيء عادي يعني إن شاء الله فوزنا
بس المهم اللي بقوله على موضوعكم اللي قلتوا عن الزحمة، أنا طالع من المباراة الكبير 4:30 مباراة 5:30 وصلت استاد شباب وطايف من مباراة ربع ساعة والسبة مغيرين مداخ في الأحمدي ما شوف نفسي اللي عند المقوى حتى الربع قالوا وينك كين انت عادة تبتشر كل من يونس ما يونس رب الكعبة أشوف نفسي عند المقوى بس بعيد وايد كم متر عن الجهرة بعيد بعيد وايد عن نادي الشباب المقوى وين مو المقوى حدود حدود من شيء كذي بعيد ما ادري وعمري ما رحت لا بس الشباب وراها الوفرة شباب بالأحمدي ورا المقوى وين يعد من هناك تروح فوق بس بعيد 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 هو كمل كذي وكمل راح المقوى وين مكان المقوى مو صوب المطلع ولا لا انا مضيع المقوى لا والله ما ادري انا والله ما ادري هني هني يدلون انا هاي ادري ما ادري ما ادري بعد رايح المرات بسيارتك اي قريب قريب من النادي يا بالشباب لا احنا بالادان لا لا اتكلم المقوى ما ادري والله والله ما ادري روح هيك فاضل ما ذلك ناوي حياكم الله ويانا اخونا ابو مرزوق مشكور والله المقوى يقول حقول النفطيه اللي ورا الاحمدي هذه يسمونها المقوى يعني مو بعيد ما ادري اكيد بعيد اسمها بعيد اخونا هاني يقول المتصل حسن الصراف اثبت امام الجماهير انه لا يعرف شيء عن لعبه كره القدم ونجومه لا اختلف معك بالعكس اللي يعني يقول ميسي مثلا مو كبيره ومو نجم ومو اسطوره صار ما يعرف كره قدم وجهه نظر حمد بوجروة يقول تحياتي الجميع وشهادة حق يجب أن تقال العطار من أكثر اللاعبين أخلاق وتعاون داخل الملعب قلنا بن عيدان يقول العود عاد ومنه ميسي لا لا مو مقبولة منك حاضر مو مقبولة اللي تامر فيه أخونا سالمية فان يقول مبروك فوز سماوي وقلت لك أدائي الراجحي عندك الأكثر من كذي وانت خليفة ناصر العثمان بإذن الله أيضا أخو يوسف شعيلي من الرياض يقول تغريدة اللي قريتها لعدنان جستنية رد على العزيمة أن منصور البلوي عازم محترفي الاتحاد وبيجدد عقدهم وأن البلوي بيرجع الانتخابات وعدنان يقصد أن البلوي بيرجع وهو ضد منصور البلوي معروف عنهم الحرب الإعلامية وكلامه بالتغريدة البلوي أن سبب دمار نادي الاتحاد ولا يقبلون كاتحادية بعودته للرئاسة بنادي الاتحاد أحد الأخوان أعتقد دازي هم تغريدة اعتقد يوضح الموضوع اخونا حج الفعم يقول اصبح عليك وعضيوفك الصوره اللي عرضتوها لفهد الانصاري في بيت منصور البلوي واللي طالع الولد الصغير ولد منصور واخونا ايضا يقولون يعني موضوع فهد ان عازمهم عبادي الجوهر على العشاء ما موضوع عموما ما يحتاج تفسير من اخونا فهد نفسه او من اخونا عدنان جستنيه خل اروح حق مباراه القادسيه وطبعا فوزهم على الفيحيل ابو ناصر مبروك الفوز الله يبارك حياتك بس قبل الفوز تبي تبارك حق احد من طبعا والله إذا كان زميلنا يعني بنادي القادسية حارس مرمى نايف بذراع جهراوي يعني انسان صراحه محترم وانا يعني اتشرف صراحه اني ابارك له على الهوى يعني لعب موافقتكم طبعا نعم يوم الاثنين إيه هو كان يعني حارس ويانا ما حصل له فرصه اي ما حصل له فرصه انه يعني يلعب ولكن كان في فتره يعني 3 مواسم كان ويانا وشارك وكان من يعني من اكثر الناس اخلاقا فبارك له زواجه يوم الاثنين الجاي ان شاء الله مبروك وعسى الله يبارك له ان شاء الله وسهل اموره وفقه بحياته ان شاء الله يعني. بس قبل المباراه اخونا مو كاتب اسمه يقول عدنان جستنيه يقصد منصور البلوي وقبلها كان يبوس راس منصور وحاط راس صوره عندنا الدنيا عجيبه اقول عندنا وعندهم خير يعني النزاعات هذه واللي يقول ان منصور البلوي ما ياب انجازات لا ياب انجازات حبيبي آسي اعتقد بعهده ياب انجازات شلون كان يبوس راسه وبعدين يقلب عليه يعني. وايد لا ما ابوس راسك بعدين اطقك تلقى بين بعض ليش انت الحين واقع الرياضي مالنا في في كله جمباز اصلا كله جمباز حركات الجمباز كلها تشوفها لا بس ما لا ما اعتقد في احد عندنا هنا يبوس راسك ابو سعود كانت تسوي لنا ما تعتقد لا يعني ما ابوس راسك بعدين اي اطقك يعني بعد يومين صوره قديمه
صار بينهم خلاف. حتى لو كنت ابوس راسك انا يا رجل. يمكن انا وياك ابوس راسك ما كان خلاف، بس الحين في خلاف ما ابوس راسك. يبا شوف لو في جهاز وطقك. ما ابوس راسك بس اطقك. صحفي صحفي بدر، لو في جهاز يكشف طبعات شفايف الناس على 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 رؤوس على رؤوس البشر كان تشوف هالبشر شنو تنكشف. بايسين وايد. اوه انا خبري في قص اسمه ياسر عرفات قبل الله يرحمه يبوس. لا تدخلنا بالسياسه. والله الصراحه انا بارك جماهير القادسيه كلهم. نعم والله العظيم، وانا افتخر زين، انا كاتبها والله اليوم افتخر، وشكرا لاعبين نادي القادسيه والمخلصين في نادي القادسيه ان تخلونا نفتخر ونفاخر صراحه بقدساويتنا بالدواوين والكافيهات. ندش مرفوع راسنا مستانسين، واحنا نشوف يعني في الانديه الثانيه يعني تحاول انها توصل الى ما وصلوا عليه. فرغم الظروف هذه ورغم كل الضغوط تعرض لها لاعبين نادي القادسيه والاصابات، يعني كل الظروف الاستثنائيه اللي مروا فيها، قاعد يحافظون على مستواهم وقاعد يحققون نتيجه، يمكن مو ذاك المستوى ومو ذاك الاداء، ولكن انت اليوم تشوف عزيز العنزي يمكن هذه اول لعبه يشارك فيها وقدم اداء. احنا عندنا لاعبين الصراحه والله العظيم الكل يستحق الثقه، كل من يلبس شعار نادي القادسيه يستحق الثقه بالملعب. يعني اليوم فيصل سعيد، خالد ابراهيم، زمان ملاعبين قدموا مباراه حلوه، مباراه كبيره، واخلصوا واجتهدوا في الملعب. يعني انا اعتقد ان المرحله الجايه مرحله تطلب يعني تركيز بالتدريب، وخاصه يعني نجم الفريق بدر المطوع. يعني انا اتمنى يعني تاريخه يعني يستحق هذا التاريخ، ان بدر تركز اكثر بالتمرين وجاب التمرين اكثر. يعني حتى يعني موضوع المهمات يعني انت ما تلام فيه، ولكن لو تنسق هذا الموضوع في عملك يعني خلال هالفتره بس القصيره، لان فعلا نادي القادسيه وجماهير نادي القادسيه تحط مسؤوليه كبيره عليك يا بدر بتحقيق هالبطوله. يعني ابو بدر، يعني انا اللي استغربت منه طرد لاعب فاحيل صراحه، يعني عنده كرت اصفر وعمل انذار اول دقيقتين بالشوط الثاني بنص الملعب. يعني لو نشوف لقطه الطرد مع مخرجنا يعني كلف الفريق ثمن غالي صراحه، خلى نص الملعب واول دقيقتين. والمشكله انك قاعد تلعب مع القادسيه مو منفرد مثلا. انا قاعد اقول لك المشكله انك قاعد تلعب مع القادسيه، القادسيه فريق يفوق عليك بالاداء والفنيات وايد، يعني مو معقول اني انقص فريقي ويصير ضغط علي كامل من هذا. بس انا قاعد اقول لك هذه رده فعل، او يمكن لا تكون داشين فيها بالمراهنات اللي يقول عنها. لا ان شاء الله بعيد، ان شاء الله بعيد عنها. انا اقصد بس أنا لازم يحافظ. بس انا قاعد اقول لك اللاعب اللي سواه هذا عند هذا اول شيء قليل الخبره، قليل الخبره، وثانيا رده فعل انا استبعدها بصراحه كفني كلاعب فني ما عنده خبره هذا. نعم لا واضح. بس زي مسعود، ما تلاحظ انت الحين تصوير عن مباراه الشباب سالميه مساء، شوف الظلمه، شوف في ظلمه، ظلمه يعني انا مستغرب يعني هل هذا الوضع طبيعي؟ يعني مو كشافات اعتقد مو على ملعب الكويت. ايه؟ على ملعب الكويت بالمنصه داخليه يمكن. لا المقابلية. شفت الجمهور بالمقابل، هذا مو طبيعيه. ما يلعب الحكم بالظلمه. لا بس هم مو ظلمه، يعني اتوقع داخل الملعب اتوقع الاضاءه. نادي الكويت اضاءته مو كذي صدقني، اليوم في خلل بالاضاءه مو معقول. انا حسب تلفزيوننا خربان. المراقب لو شايف شيء انه ما ترى في حد ادنى من الاضاءه، يعني ممكن يلعبون اعتقد بهالاضاءه، بس الاضاءه مو طبيعيه. نعم انا ما اقول لك انه يعني المفروض ما يلعبون، لا يلعبون، لكن الاضاءه مو طبيعيه نادي الكويت. خل نروح سريعا حق تقرير النصر والصبيخات، نشوف احداث المباراه وبعد ذلك لنعود. على استاد علي صباح السالم حقق النصر فوزا صعبا على الصليبيخات بعد ان نجح في قلب تاخره بالنتيجه الى فوز بهدفين مقابل هدف وحيد. جاء شوط المباراه الاول ضعيف المستوى وانحصر اللعب قالب الاوقات في منتصف الملعب، وتمكن الصليبيخات من انهائه متقدما بهدف نظيف سجله السوري احمد غدور من تسديده قويه اثر ركله حره على حدود منطقه الجزاء. وفي الشوط الثاني تحسن مردود النصر بينما اعتمد الصليبيخات على الهجمات المرتدة والتي أهدر أخطرها السوري أحمد غدور، كما أهدر السوري الآخر محمود البحر فرصة التعديل على النصر. بعد ذلك ضغط النصر بشكل كبير وكان للبديل سعد الهطلاني لمسة سحرية على هجوم فريقه ونجح في صناعة هدف التعادل لمشعل فواز. وبعد دقيقتان وبنفس السيناريو بين الهطلاني وفواز
تمكن الثنائي من تسجيل هدف الفوز لتنتهي المباراة بانتصار مهم للنصر بعد سلسلة من النتائج السلبية. الحمد لله على كل حال، مبروك نادي النصر هاردك يا صليبخات. مثل ما انت شايف برا بدايتها كانت تكتل دفاعي من نادي صليبخات، صادرهم جول من ركلة ثابتة، قدرنا نتدارك الوضع ما استعجلنا، قدرنا نقول جولين. الحمد لله بفضل الفريق قدرنا نحصد 3 نقاط بعد فترة خفاقات. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، قد لك للنصر الفوز، يستاهل فريق مميز الموسم هذا ويستحق الفوز. احنا لعبنا لاخر مباراة، لكن انك تسجل هدفين في خلال دقيقتين امر ما يصير كثير في كرة القدم. اعتقد ان كنا الشوط الاول افضل، الشوط الثاني بداية حصلت لنا فرصة ممكن نضيف الهدف الثاني ما ضبناه، هذه كرة القدم. حاول النصر ان يرجع المباراة، والطبيعي ان فريق خسران يرجع المباراة. اعتقد ان حالكم توفيق في هدفين سجلوا وانتهت المباراه على هذه. قلت لك للنصر وهارد لك للصليبخات. الحمد لله، يعني كانت المباراه باتجاه الى الخساره، لكن انك تقلب النتيجه في اخر دقائق هذا اللي جمل المباراه صراحه. بالعكس يعني فريق الصليبخات ما قصر، لعب مباراه كبيره واحرجنا صراحه، لكن الحمد لله يعني تكتيكات المدرب وخبرته بهالدقائق الاخيره كسرت النتيجه كلها، وانا اشيد فيه بتبديلاته. وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما بغى صليبخات على رصيده السابق ب 20 نقطة في المركز الثاني عشر. عبد الرحمن فوزان لبرنامج 90 دقيقة. في توضيح من أخوي بشار الكندري، طبعا بشار جاسم صاحب ماركة ميدار، يقول بالنسبة للجدل اللي صار على تيشيرت ميسي العود، ترى أنا وشريك الجيران نمشي على طلب الجمهور والموضوع عادي جدا. مثال هذه الصور، طبعا حاط صورة الدقيقة 93 عن سيرجيو راموس، العقرب، عبد الهادي خميس، أيضا الدون، يعني تيشيرتات هلا بصقور الملعب. ف شكرا للتوضيح يا ابو جاسم، وتدري الجمهور شوي حساس في هذه الامور. جوال خاصية ليش ما حاطها بعد؟ قول يقعقولها خلاص المره الجايه قاتسي يا ابو جاسم. ابو جاسم، نزلوا لكم رواتب الاحتراف مال اي موسم؟ الحين الموسم هذا لا بعد، لا الحين نزل لكم مال عام، مال كله كامل الموسم هذا بعد لا. لان اعتقد من الاداريين تكلموا وقال ايش تبون يعمل اللاعبين، ما عندهم طموح، لا في مشاركات خارجية، لا منتخب، وأيضا لا رواتب. هل بالفعل يعني قاعد تشعرون بالإحباط؟ يعني صراحة إذا نقول كلمة إحباط هذا شوية صراحة على اللاعبين وشوي على التعبير اللي قاعد مر فيه. يعني أكثر اللاعبين قاعد يطلعون من الدوامات تعب، قاعد يروحون يتمرنون، قاعد يعطون كل اللي عندهم بالتمرين علشان يحاولون يحققون نتائج في مقابل المردود المادي البسيط اللي ممكن يحصلونه من وراء اللعبة، مقارنة دول الخليج اللي حوالينا ما نتكلم احنا عن اوروبا عن اللي قاعد يسلمانه من مبالغ. فتوقع يعني اقل شيء ممكن يستحق اللاعب الكويتي كون عندنا الموهبه الكويتيه، يعني امثال خليفة. كثير من اللاعبين كابتن خليفه عندنا احنا في نادي شباب، عندنا ابراهيم العازمي، عندنا عبد الهادي العجمي، كثير من اللاعبين الشباب الصاعدين. يعني اقل شيء يبي يشوف مثل ما يقولون قاعده ممكن يبني اساسه عليها يعني للمستقبل. فشيء يحز بالخاطر، ان شاء الله نتمنى ان الامور هذه كلها تنحل علشان ترجع رياضتنا، يعني ويرجع مثل ما يقولون شعار منتخب على قلوبنا، نقدر نمثل المنتخب. يعني كلنا طالب ولا انا موظف؟ موظف. خليفه طالب. يعني هم نفس حاله محمد، الاحباط هذا موجود عندكم ككلاعب؟ الله تقدر تقول يعني لا يعطيه ابو فلوس لا الله راجحي الله عندهم ساعه رولكس الحين ساعه رولكس عشان ب 400 ما ب 400 ان شاء الله هذا بياخذ ملايين اصبر ويد الكره لا بالكره ياخذ ملايين ان شاء الله اذا شد حيله ولعب ان شاء الله بالسعوديه ولا بقطر ولا بالدول دول الخليج ان شاء الله هذا هو نفسه يوصل نفسه ان شاء الله يعني مثل فهد الهاجري اقول فهد الانصاري بدر مطوع عده لاعبين عندنا ابو برا وحازوا على مبالغ برا صح ولا لا الله يوفقهم ان شاء الله واخو محمد بعيد اخونا خالد يقول السلام عليكم احب اهني نادي السالميه على خليفه الراجحي لاعب اخلاق ومدافع مبدع يعني شلون قادرين تتغلبون على هالنقطه خليفه ان ما في حافز احباط لا رواتب لا منتخب لا مشاركات خارجيه يعني شو اللي يخليكم قاعد تلعبون شو اللي يخليكم يعني نفس اليوم سجل هدف الفوز قاتل
وتقاتلون لاخر الدقائق، شو اللي مخليكم تلعبون بهالروح؟ اول شيء احب يعني احب الكره يعني قاعد نلعب نعم. عليها ويعني وثاني شيء يعني الشعار يعني تلعب عليه نعم. مهما اعطونا وما اعطونا هذا شيء راجع لهم يعني نعم. واهم شيء يعني شنو انك عندك روتين او شيء كذي يعني نعم ايوه وتلعب يعني كره اهم شيء الكره يعني. منو مثلك لا خليفه؟ الدون اكيد الدون. محمد انا محليا خالي يوسف الدوخي اصبح عليه بالخير. خالك والنعم والله يوسف يعقوب لاعبنا وعالميا سيفن جيرارد. اوه جيرارد ما شاء الله. اي بهم لازم ليفربول يعني تلعب في المركز ايه؟ لا هذه حالاته نفس المركز لازم تشوف على طول. منير يقول العود طموحه يفوز بلقب كاس العالم، ومتى ما يفوز بكاس العالم نقدر نقول عود واسطوره، لاعب اسطوره بدوري فقط، هذا رايي. ايش رايك بدر؟ والله مقاييس دخلنا بسالفه ميسي ورونالدو. محمد تبي تعلق على العود؟ انا منو علق على ميسي يعني؟ ما تبي تعلق. خليفه ما تبي تعلق. ابو بدر انا برشلوني واحد ميسي. هو يقول اسطوره لاعب اسطوره بدوري اسطوره يقول بدوري فقط دوري؟ إيه؟ لا يبقى مو دوري زين. انت عطني عطني لاعب مثل ميسي، عطني احمد بتقول رونالدو مدريد، انا اقول لك هذا فرق وهذا فرق. شلون فرق يعني؟ انت الحين لما تعد اللاعبين طلعوا اللي يبين مثل بيليه إيه؟ مارادونا منو تحتهم بعد؟ يجيك ميسي ميسي نجم هذا يعني مو طبيعي. وياهم رونالدو ارقام ورونالدو ما اقول لا انا يمكن رونالدو يعني ميزة غير عن ميزة ميسي نعم. يعني ميسي خلي يغيب يوم خلي يغيب على المباراة والله تلقى برشلونة مو ذاك الزود اللي يلعب بس يكسب ميسي طيب. في لعبات حق ميسي كسبت برشلونة مو هم هذا السؤال انه ليش ما يكسب الارجنتين ما يكسب هذا سؤال ترى مو ما في له اجابه قاعد اقول لك انا ممكن ان التركيب ولا راح يجاوب ميسي ما يقدر يجاوب ولا راح يجاوب ما حد يدري الجواب هذا التركيبه اللي التركيبه اللي صارت منتخب الارجنتين هاي كلام مبررات زين لحظه خليني اقول خذها من برشلونه بس خليني اقول هذه برشلونه هو يكون الحل ولا الله مو محتاج احد هو يحل المشكله اللعبه اللي طافت اللي فازوا شو اسمه بوليفيا ما فازت الارجنتين ليش؟ لان ميسي مو يوم ويام كاس العالم نهائي ويام نهائي كاس امريكا الجنوبية وصل النهائي بعد ما بيش مارادونا مسكين يوم على البلنتي اوكي خلاص كيفك زين بسعود بسعود بتختم ايه زين لا بتكلم عن الرواتب الاصراف الجزئي بس انا بس الرواتب هي مقرة من مجلس الأمة وهي قانون فالهيئة ما تملك الخيار انها تأخر وما تعطي لا بس اذا في اجراءات قانونيه أوكي. تاخرت من الانديه تملك شو ما تملك. لا اوكي اذا في اجراءات منو اللي حاسبها في تاخيرها في تطبيق القانون على من اكمل اوراقه زين اوكي اذا النادي ما اكمل اوراقه منو الضحيه ليش لا. ما يتحاسب الاداري ليش ما يكمل شغله هذا خليه يكمل شغله ويقدمه ضحيه زين الفلوس انا اقصد ان هذا قانون هذا حق انا بعمل ميزان هذه ميزانيه هذا حق نعم. ميزانية معطينهم ملايين حق اللاعبين وين ودوها حاطينهم بالبنك شنو ياخذون وديعة حاطينه وديعة لا يقول الاداري ما كمل كشوفات يا لا يبا يا محمد هذه مشكلة الاداري اللاعب لا لا ترى نقطة مهمة قال انا اتوقع يبا قال وزارة المالية تصرف تقول هذا المبلغ حق موسم 2000 حق مثلا 1000 لاعب بالكويت نعم مستحق نقول 400,000 مثلا ما ادري 400 حاطين وديعة شنو اوكي زين هالمبلغ يظل ولا يصرفون منه حق شغلات ثانية الكشوفات لا الكشوفات ما سلموها إدارة النادي. لا لا أدري هو سؤاله واضح أبو مناصر. تنخش بس. الحين شو تنخش؟ لما تخلص الميزانية. يبقى النادي يعطوا لك إياها بالكتارة. وشافوا عندك فائض هالمبلغ. إيه؟ ما يصير يا أنك ترده يا أنك. أعطوهم هذا الموسم اللي طاف أعطوهم هالموسم ما راحت فلوسهم. ما أقول ما تروح. بس أنا أقصد لا تدفعون اللاعب. بدر في الأندية قاعد تعاني اسمعني. الأهمال الإداري. بدر في أندية الحين حاليا بالكويت قاعد تعاني. من تاخير الرواتب من الهيئه في ليش يعني اقول لك خلني اقول لك مدرب عقد وياهم خالص عادي شو اللي يبي طيب صح ما عندي وقت والله بخصص حلقه ان شاء الله الموضوع لان موضوع انتخابات الانديه وموضوع احتراف اللاعبين بس اختم بهالتغريده من اخونا الهندي علي الهندي يقول حق الحبيب ميسي الهداف التاريخي للارجنتين شنو ذنبه اذا هيغوايين المكرش يصنع لو يضيع لا لا كلامه صعب برشلونه منو قلب هجوم ما عندهم وهو يحل المشكله حق برشلونه طيب.
ميسي هذا رد, إيه؟ رد عليك بس المنتخب ما يحل المشكله. مشكور بدر جمعه، مشكور محمد العطار، مشكور من صوت اثنين، مشكور خليفه الراجحي. نلقاكم ان شاء الله باكر، باكر الخميس. الى اللقاء.